السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من صوت الناس، برنامج نستمع فيه إلى كل ما يهم المواطن المصري من قضايا وأحداث تشغل باله، نسلط الضوء عليها، نطرحها على المسؤولين على أمل أن يستمعوا إلى صوتكم صوت الناس. كما يسعدنا أن نتلقى مكالماتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة. يواصل المصريون الاحتفال بعيد الأضحى بالحدائق والمنتزهات العامة والخاصة، معربين عن كامل فرحتهم بالعيد من أجل الترويح عن الصغار وشعورهم بالأمان نتيجة تواجد قوات الجيش والشرطة بالشوارع رغم ما تعانيه البلاد من ضغوط. والله العيد السنة دي بصراحة زي الفل، ما شاء الله العيد السنة دي ما شاء الله يعني زي الفل، وطبعا يعني الجيش والشرطة مأمنين الأماكن كلها، وبصراحة ما شاء الله يعني في أمان، وعن أي سنة يعني بصراحة برضو عن السنة اللي فاتت، وعن فبصراحة يعني هو ثالث يوم بنفضله يعني عشان يعني بيكون الدنيا يعني أول أيام العيد أنت عارفة بيبقى لزيارات الأهل وكده، تاني يوم بنفضل تاني يوم وثالث يوم يعني بنفضل في الأماكن. بصراحة المكان هنا جميل جدا وممتاز، وإحنا يعني الأولاد بيلعبوا يعني والعيلة بنبقى متجمعين يعني وقاعدين مع بعض وكده يعني. طبعا بعد صلاة العيد بقى بيبتدي بقى اللي عنده الذبيحة وربنا كرمه هيذبح وهيضحي بيذبح، وطبعا بيبقى الليلة دي بيبقى كلنا سهرانين وما نمناش لغاية الصبح، وصلينا الفجر وصلينا العيد وبعدين ذبحنا وعملنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتدي نوزع في الحاجة، نبتدي بقى بنروح وكنا نشطف ونريح لنا ساعتين، بعدين نبتدي آخر النهار نبتدي نروح لإيه؟ أقرب الأقربين الأول، بنبتدي بالأهل، طبعا الوقت ما بيكفيش فبيبقى أول يوم وتاني يوم ده بيبقى زيارات عائلية لحد ما يا إما هروح لحد يا إما حد هيجيني ويعيد عليا، ده بالنسبة لأول يوم. طبعا بنحاول إن إحنا بقى تالت يوم ورابع يوم بنحاول إن إحنا بقى نفسح الولاد شوية وإحنا كمان نتفسح ونغير جو شوية وننسى الجو اللي إحنا مثلا إيه قضيناه شوية، جو شغل جو تعب جو إرهاق، لحد ما بنحاول نغير يعني. والله انت عارفه اول الايام بتبقى زيارات وذبح وبتاع والكلام ده، وانت عارفه تلات يوم العيد بقى خلاص يبقى خلصنا وبنفسح الاولاد بقى قبل المدارس والقصه دي كلها، لان انت عارفه المدارس بيبقى صعب الخروج يعني، فبيتفسحوا وبيصدقوا يعني يخرجوا يتفسحوا، واحنا الحمد لله والله يعني في امان دلوقتي، وطول ما احنا جايين شايفين الشرطه والجيش والكلام ده كله في امان جامد يعني. طيب حضرتك ليكي طقوس معينه في العيد بتعمليها انت والاطفال او بتعملي اكل معين او اي حاجه؟ هذا طبعا ده لازم الفته وبعد كده صينيه الرقاق والمكرونه، دول طبعا بتوع العيد طبعا. طيب انت جايه النهارده عشان ثالث يوم عشان بعد ما فضيتي؟ طبعا فضينا بقى وبعد الزيارات وبعد الكلام ده كله وفضينا وجينا بقى نفسح الاولاد شويه، ربنا يا رب بس يقف جنب سيسي ويرفع البلد مصر كده يرفعها جامد كمان، احنا بندعي له واحنا واقفين جنبه واقفين وراه. اول يوم العيد بيبقاش طبعا بيبقى للذبح وفرحه الاضحيه ولمه الاسره والحاجه ديت، نبدا الخروج بقى من ثاني يوم العيد. ثاني يوم بصراحه انا ما بفضلش ان انا اخرج فيه، اللي بيبقى زحمه جدا والناس بقى يعني ما فيش استمتاع بالخضره. تلات يوم العيد والرابع الواحد بيحب بس يخرج فيه بيبقى الامور اهدى شويه بالنسبه للزحمه. رابع العيد طبعا يوم العيد مش هنخرج، اللي صباح مدارس كل سنه وانتم طيبين برضه عشان خاطر المدارس، فطبعا يعني الدنيا كلها زحمه وكده يعني، بس فالعيد جميل وطبعا احنا بنفرح الاهل كلها، وزي ما انت شايفه كده الجو جميل جدا الاسري وجو الخروج والفرحه عموما يعني، الشعب المصري عموما سبحان الله انا بيحب الفرحه ما مش نكدي يعني، حتى مهما يكن وان يكن فيه اللي فيه سبحان الله احنا طبيعتنا كده بننسى هموم بننسى الهموم وبنجري ونلعب وبننسى بنحاول حتى نتبسط او يعني مش هقول لحضرتك يعني نسرق اي فرحه رغم همومنا رغم ظروف البلد اللي احنا فيها رغم الضيقه المعيشه اللي كله بيعاني منها، بس انا شايف الجنان كلها مبسوطه والناس فرحانه والناس بتبسط يعني الحمد لله شعب مصر عموما يعني شعب بشوش وشعب اشكر ربنا ان شاء الله يحفظ مصر ويحميها باذن الله. انا فرحانه بالعيد قوي ومبسوطه عشان العيد بيفرحنا كل يوم وبيخرجنا ونتفسح مع امنا وابونا.
وانا بحب العيد عشان احنا بنخرج على طول في الجنينه وبنبقى مبسوطين. جايين عشان نقعد في التحرير بس لقيناه مقفول وزعلانين جدا، بس الحمد لله ربنا عوضنا ودخلنا الجنينه وشايفين الفرحه في عيون كل الناس. بحب نبقى فرحين عشان المقلبين جميعا. طيب اشمعنى ثالث يوم خرجتي فيه؟ ليه ما خرجتيش من قبل كده؟ والله كنا مستنيين الدنيا تهدى شويه، اول يوم وثاني يوم ده بيبقى زحمه جدا، فاحنا مستنيين عشان معانا اطفال وكده فمستنيين الدنيا تهدى شويه. معانا اخونا احمد من اسكندريه. استاذ احمد اتفضل. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. الهوا؟ ايوه استاذ احمد، كل سنه وانت طيب. بنقول قناه الجزيره وكل العاملين فيها كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. احلى قناه في الدنيا. كنت عايز اقول بالنسبه لاحداث اكتوبر السنه اللي فاتت. اتفضل يا استاذ احمد. بالنسبه لاحداث اكتوبر السنه اللي فاتت كان قمه البشاعه، والمصريين بيموتوا والسيسي قاعد في حفله بيحتفل وبيرقص ويغني والمصريين بيموتوا في الشوارع. طيب يا استاذ احمد. ايوه تمام. معانا ولا رحت فين؟ معاك. طيب بعض الناس بيقول ليه الناس نزلت يوم 6 اكتوبر تحديدا السنه اللي فاتت واتظاهرت في الشوارع وهي عارفه ان ده يوم الاحتفال بنصر اكتوبر؟ نزلوا عشان يوم 6 اكتوبر رساله للجيش انه يغير العقيده القتاليه، بدل ما يكون بقتل العدو بيكون بقتل المصريين. رساله للجيش في الاوقات دي طبعا هي. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا جزيلا ليك. عايزين نقول انه في الوقت الذي يستمتع فيه كافه افراد الشعب باجازه عيد الاضحى المبارك، هناك العديد من اصحاب بعض المهن اصحابها يقضون ايام عطلتهم في العمل، حيث تستوجب ظروف العمل التواجد المستمر حتى في ايام العيد. شاهد بعض اللقاءات مع بعض العمال الذين يعملون اثناء العيد. بناخد اجازه يوم العيد. بناخد بدل يعني ان عزنا يوم ولا حاجه بعد العيد بيديهولنا. باخدها بعد العيد. بشتغل في العيد. لا طبعا انا مبسوط ان انا باخد بالناس في العيد. لا ما بناخدش، بننزل على العيد. في ناس بتنزل على العيد تحضر اول يوم العيد في البلد، وناس تانية بتنزل تاني يوم. يعني انا حضرت العيد امبارح، وفي ناس نزلت النهارده الصبح، ناس نزلت النهارده، وانا عيطت الحمد لله في بلدي امبارح وجيت على اخر النهار بالليل كده. يعني على الجمهوريه كلها نازله كام يوم الاجازه بتاعت العيد؟ نازله اربع ايام. هم قالوا هنديكم ثلاثه في الاول، ورجع قالوا لا يوم واحد، واليوم الاضافي اللي هو بتاع 6 اكتوبر بس على كده. بتتعود بعد العيد اروح واخدها وعادي يعني. اجازه العيد بتتعود بعد كده، لان ده اساسا احنا قطاع خدمات. يعني هيئة النقل العام دي قطاع خدمات. لنا شركة قطاع خاص، القطاع الخاص ده ملوش لازمة خالص. واكليننا قصرة وردية. والله هو أكيد نفسي في أجازة، بس الحمد لله هو الشغل بيدي لنا بعد العيد، يعني عشان إحنا كده كده بطبع شغلنا بيبقى الشغل في العيد وغير العيد برضه. مع تقديرنا لكل هؤلاء الذين يعني يسهرون ويتعبون بينما هناك من يفرحون ويتمتعون في العيد، تحية إلى كل هؤلاء وخصوصاً عمال النظافة، لهم منا كل التحية وكل التقدير. معنا أختنا رقية، تفضلي يا أستاذة رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مصطفى، كنت حضرتك بتسأل المكالمة اللي قبل مني، الناس نزلت ليه في 6 أكتوبر اللي فات مش كده؟ كنت بسأل الأستاذ أحمد من اسكندرية بيتكلم عن السنة اللي فاتت، بقول له البعض بيلوم على من نزلوا في 6 أكتوبر العام الماضي أنه يوم النصر والمفروض أن يحتفل الكل بيوم النصر لا أن يتظاهر الناس. ده كان بعض الاعتراضات على نزول من نزلوا في 6 أكتوبر العام الماضي. الناس نزلت يا أستاذ مصطفى تجيب حقها، حقها في دولة مدنية، من حقها أنها تتكلم فيها وتختار فيها اللي يحكمها. ده علشان كده الناس نزلت. أنا بس في أكتر من حاجة اتقالت امبارح وأنا ليا رد عليها، ممكن تديني الفرصة؟ اتفضلي.
طيب، في سيد فاضل اتكلم بعد مني امبارح وعلق على كلامي وقال اكتر من حاجه، كان من ضمن اللي قاله ان مرسي كان هيودي البلد في 60 داهيه. انا بقول له فعلا يا سيدي الفاضل، مرسي عميل حماس واسرائيل كان هيودي البلد في داهيه. وما تسالنيش عميل حماس واسرائيل مع بعض ازاي، هتقول لي كده هقول لك عزيزي بيريز، مش الكلام ده يعني. ويا ريت الحكايه وقفت على العماله بس يا استاذ مصطفى، ده مرسي كان عايز مصر تكتفي بسلاحها ودوائها وغذائها. متخيلين يا جماعه، راجل خاين حوجزها ودواءها، دي خيانه يعني، هذه خيانه. وبعدين الوزير المتامر العميل باسم عوده ده راجل كان هيودي البلد مصيبه، يعني ايه يقول السنه الجايه مصر هتكتفي ذاتيا من القمح؟ هي دي مش خيانه؟ هي دي مش عماله؟ مصر تكتفي من القمح؟ انا الحقيقه مش قادره اتخيل. الدكتور هلالي كان عنده حق، لو لم يبعث الله لمصر السيس محمد ابراهيم مثلما بعث من قبل موسى وهارون كان مصر هيحصل لها ايه؟ كنا هنكتفي من القمح يا جماعه. احنا امام مشروع خيانه زي ما قال المناضل العظيم مصطفى بكري. وبعدين قال كمان يا جماعه، ما شفتوش امريكا وهي بتحتفل بالسيسي في الامم المتحده؟ ده اوباما ما قابلش رئيس غير السيسي. يا اخوانا انتوا ناويين تجننونا؟ ما ترسوا بينا على البر. هو اوباما ده عندكم ايه بالظبط؟ اخواني اخو اخواني وبايد الاخوان ومرسي، ولا فرحان بالسيسي في الامم المتحده وبيحتفل بيه، ولا البيضه ولا الفرخه ولا ايه؟ انتوا ايه منطقكم في التفكير بالظبط عشان نعرف نرد عليكم؟ وبعدين بيقول المفروض تفرح ان السيسي بقى رئيس مصر. عندك حق والله، عداك العيد، ده احنا غلطانين بالشكل. ازاي ما تفرحش شعب مصر بالكهرباء اللي بتتقطع؟ ده منتهى الشعريه. ازاي ما تفرحش شعب مصر بالفقر المائي؟ خلينا نتعلم بقى ازاي نرشد الميه، ما احنا طول عمرنا بنشرب ونستحمى، نرشد شويه بقى. ازاي ما تفرحش شعب مصر بشيل الدعم؟ احنا في حاله تقشف يا جماعه. يا سمعت المستهلك بيقول بعد حزمه القرارات التقشفيه الجديده اللي هياخدها السيسي ان شاء الله شهر 11 الجاي، لا فرحه تزيد 200%. عارف يعني ايه تزيد 200%؟ يعني الحاجه اللي كنت بتشتريها ب 10 ايام مرسي العياط الوحش هتشتريها في عهد السيسي الحنين ب 30. دي مش حاجه تفرح. ازاي ما تفرحش شعب مصر ب 15 حاله انتحار في شهر واحد؟ خلي الكثافه السكانيه تسيبهم مال، هو ده مش انجاز؟ تعالى جد شويه بقى، مرسي بتاعنا كان هيودي البلد 60 داهيه، طب السيسي بتاعته هيوديها 60 ايه؟ لما بيحلم على الذاخره مليانه سلاح اكتر علشان يعمل في ليبيا انقلاب زي انقلابه في مصر، والثوار اللي بين كلهم مسلحين ومعاهم سلاح، يعني سلميتهم مش اقوى من الرصاص زينا، وحدودنا الغربيه كلها مفتوحه عليهم، يبقى السيسي كده ناوي يودي مصر في 60 ايه؟ فوق يا اخوانا فوق، مش عشان كرهكم للاخوان تعملوا كده في بلدكم، هي لما هتغرق هتغرق مواعيدين شرعيه بس، ما هتغرق دي كمان فوق. احنا في حاله خلل جماعي، لو هو اللي صدق ان اخو ان اخو ابوه يا اخواني ده يبقى ايه؟ هو اللي صدق ان مصر عامل لي حماس في اسرائيل في نفس الوقت ده يبقى ايه؟ هو اللي صدق ان صباع الكفته ممكن يعالج الايدز ده يبقى ايه؟ مش كلام جماعي ده ولا اسمه ايه؟ والله العظيم الواحد مكسوف للناس دي، ايه الاستخفاف ده؟ لحد دلوقتي لسه ما فهمتوش، لكن الوضع ده مش هيستمر، والدرس المسوس ده احنا هنفضل وراه في الشوارع نخلق فيه نخلق فيه لحد ما احنا نخلعه في ايدينا. احنا فعلا مش هنعيش حبيبي عشانكم، احنا هنحرر البلد دي ونحرركم غصب عنكم. واخيرا انا بجدد طلبي على الهواء من الاداره بعد العيد ان صوت الناس يتذاع بعد الساعه 2 علشان الكل بس يكون رجع من شغله ويقدر يتابعه. انا متشكره حضرتك. شكرا استاذه رقيه، بس خليكي معايا عشان برضه ده رايك الشخصي. هناك من يرى عكس ذلك ويرى انه السيسي بالنسبه لهم هم هو من قام وخلصهم وحمى مصر أشياء كثيرة جدا، وأن زيارته إلى نيويورك كانت زيارة عالمية. شكرا جزيلا أستاذ رقية. معنا أخونا إيهاب من نيويورك. إيهاب اتفضل أستاذ إيهاب. أيوة اتفضل اتفضل أستاذ إيهاب. اتفضل اتفضل يا فندم. طب أنا استاذن حضرتك اقول يعني تسمعني من التليفون؟ كلمني من التليفون واسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون لو تكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه اتفضل يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. وكل سنه واهالي الشهداء والمصابين والمعتقلين بخير. نعم. اتفضل يا استاذ. بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم. واهالي الشهداء. اتفضل. واهالي المصابين واهالي الشهداء والمعتقلين بخير. نعم. انا لما كنا في نيويورك هنا حضرتك اتفاجئنا بان السيسي جاي وجايب مشجعين معاه، ما شفناش رئيس ابدا جاي يعمل زياره للامم المتحده او بيجيب المشجعين بتوعه معاه. ازاي يعني العدد اللي كان موجود هناك، العدد الكبير اللي كان بيؤيد السيسي وكان موجود، مش جاي من كل الولايات الامريكيه ولا كانوا جايين في طيارات خاصه مع السيسي بمصر؟ لا 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 هو كان ما كانش فيه اللي كانوا من الجاليه قليلين جدا، ان احنا طبعا عارفين الجاليه. هم اتفضل. لا كانوا جايين في طيارات خاصة، ده الشكل الواضح، أو كان في بعض الجالية عشان الواحد يكون كلامه مظبوط يعني 100%.
كان في الجاليه معروفه. فاحنا بنبص كده لقينا ناس لابسه تيشيرت ابيض واحمر واسود، واخد بال حضرتك، وعمالين يهتفوا للسيسي. وبعدين كان منظرهم منتخب جدا، لان يعني اي حد كان بيروح الامم المتحده يعني من الجاليات اللي هنا كانوا معارضين، يعني كان في معارضه مثلا من على الرئيس المكسيكي ومش عارف الرئيس مين، ناس ليها مطالب برضو يعني. طيب لكن يعني ما شفناش واحد. حضرتك بتقول كانوا منتقدين ليه؟ يعني كل انت حضرتك بتقول انه في رؤساء كان ليهم معارضين، طب ده كويس انه ده الرئيس الوحيد اللي ليه مؤيدين وفي نفس الوقت ليه معارضين، يعني معنى كده انه في ناس بتأيده. يا سيادتك احنا ما شفناش اي حد. استاذ عادل في مشكله في الصوت عندك، عاوزك تكمل يا استاذ ايهاب. اتفضل. ايوه اتفضل يا استاذ ايهاب. في يا استاذ حضرتك انا عايز افهم حضرتك حاجه، ما شفناش اي حد، ما شفناش اي حد اطلاقا رايح يأيد رئيس، رايح يأيد رئيس. ما شفناش اي حد رايح يأيد رئيس. شفنا بعض الجاليات لها مطالب وكانت بتعارض، واخد بال حضرتك، لكن رئيس يجي وجايب معاه مشجعين بتاعه، هو فريق كوره حضرتك. اللي بيروح دايما تملي المعارضين، فيش حد بيروح يأيد معايا. كان شكلهم وحش. لا يعني شكلهم وحش ازاي يعني؟ شكلنا يكسف. فين ناس كتير بتسأل فين الرئيس المنتخب؟ فين الدكتور المنتخب؟ طب يعني شكلها يكسف برضه، بقول لحضرتك تاني، شكلها يكسف انه في ناس بتعيد؟ عشان ما اطولش عليك. اللي حصل في مصر حضرتك ده انقلاب عسكري من الدرجة الأولى. طيب خلينا فرصه، انت كنت موجود. الناس في امريكا نظرت الى 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 تغيير موعد الكلمه ازاي؟ يعني شافوا تغيير موعد الكلمه، شافوها ازاي الناس العاديه؟ طبعا حضرتك شكلنا يكسف طبعا، لان كل الناس اللي كان موجود ناس معارضين. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب من نيويورك. كنت معنا عادل من السعوديه، موجود معانا ولا عادل؟ اتفضل يا استاذ عادل. السلام عليكم يا استاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين والجزيره بخير وحضرتك بخير والامه العربيه كلها بخير يا رب. انا ليا يا سيدي مشكله، واخد بال حضرتك، انا بنتي كانت في الثانويه العامه السنه دي. ايوه. كانت معايا في السعوديه طبعا. التنسيق العادي بتاع كليه الطب مثلا خد من 404. ليه هم عملوا التنسيق للمغتربين من 408؟ هم المغتربين دول يعني كانوا قاعدين بيتفسحوا بره، ولا برضه دول مواطنين مصريين؟ يعني انت خد منهم النسبه بتاعت القدرات، خد 30%، خد 40%، خد 60%، انما لما المجموع بتاعها يطلع يبقى المفروض الحد الادنى بتاع القبول في الكليه بالنسبه للطالب اللي في مصر هو الطالب اللي في السعوديه او الطالب اللي في الامارات او الطالب اللي في اي حته. مش ده الكلام المنطقي؟ يعني انا بتكلم دلوقتي معايا ناس طبعاً من المغتربين دول بره بيفيدوا البلد. مش ضد البلد ولا حاجه، يعني مش طالعين نتفسح، احنا طلعنا وخدنا بلدنا معانا عشان نخدم بلدنا. يبقى المفروض العداله في التطبيق دلوقتي. نعم. اتعملت الحد الادنى بتاع كليه الطب مثلا التنسيق العادي 404، يبقى ينطبق نفس الحد الادنى على المغتربين. ازاي بقى الحد الادنى؟ طيب هو يعني هل هم في على حد علمي في عملوا نظام جديد للثانويه العامه في السعوديه تحديدا وفي البلاد العربيه، في نظام قدرات، في نظام درجات، في امتحان، في معادله ولا ما فيش معادله؟ لا حضرتك، هي بنت مثلا في القدرات جايبه 96%، في الدرجه بتاعت المدرسه جايبه 99 و84%. واخد بال حضرتك؟ يبقى المجموع التراكمي بتاعها اللي هم طلعوه 404 61%، كليه الطب واخده من 404، يبقى ليه ما تقبلش؟ يعني كده عاملين الحد الادنى. اول مره يطبق هذا الكلام يا استاذ عادل؟ اول مره يطبق هذا الكلام السنه دي ولا طبق من العام الماضي واللي قبله واللي قبله؟ العام الماضي انا كان ابني جايب مجموع اقل من ده ودخل كليه الطب برضه، يعني ابني كان السنه اللي فاتت جايب مجموع اقل من ده. هي عمليه التنسيق بقى، يمكن تنسيق ولا حاجه؟
ما هو التنسيق يا سعادة الرئيس، انا بكلم حضرتك دلوقتي، التنسيق المفروض يبقى ثابت على المغتربين وعلى المغتربين. يعني هم المغتربين دول قاعدين بره مثلا ايه؟ نعم بيتفسحهم اكيد. والله هذه 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 الصرخه بنرسلها من هنا الى وزير التعليم العالي والى قنصل مصر في جده وسفير مصر في الرياض. اعتقد انه حضرتك تقدم بشكوى استعادة، ولابد اذا كان هناك ظلم ان يتم رفع الظلم، لانه في النهايه بعيدا بقى ان حضرتك تقول احنا بنخدم بلدنا بره، لا انت طالع تاكل وتعيش انت واولادك وتحسن وضعك ووضع اولادك وتسيب فرصه لغيرك طالما لقيت لك فرصه بره. شكرا اخونا عادل. عبد الرحمن من القاهره، عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضراتكم بخير وبصحه وبسعاده. وحضرتك بخير يا فندم. وقناة الجزيرة وكل الدول العربية. المفروض يا أستاذ مصطفى تقول لي قضيت العيد بتاعك إزاي؟ قضيت العيد بتاعك إزاي يا أستاذ عبد الرحمن؟ والله يا أستاذ مصطفى قضيته في حسرة ما بعدها حسرة. إزاي يعد علينا العيد يا أستاذ مصطفى وأنا بلاقي طفل بيقول لأمه وهي مضروبة بالرصاص بالله عليكي اصحي يما، بالله عليكي اصحي. ازاي يخلي لنا العيد يا استاذ مصطفى وبلدنا بتغتصب في السجون؟ ازاي يحلو لنا العيد ورئيسنا الحر اللي كان عايز يرفع من بلدنا ومن مقدارنا ومن قيمتنا محبوس خلف قضبان، واللي سرقوا واللي نهبوا واللي اغتصبوا حرين بينعموا في مصر وفي التكية بتاعتهم؟ يحلو لنا العيد ازاي يا استاذ مصطفى وزوجة المناضل المحترم محمد البلتاجي بتقول أنا زوجي وابني في السجن وبنتي ماتت وابني التاني مشرد وأنا قاعدة لوحدي؟ بالله عليك يحلو لك العيد يا أستاذ مصطفى؟ نعم يحلو لك العيد يا أستاذ مصطفى؟ والله أنا ما قمت من النوم حتى أصلي لأني حاسس بمرارة. أنا عبد الرحمن من الشروق يا أستاذ مصطفى، لو حضرتك فاكر صوتي. لا فاكر الصوت يا أستاذ عبد الرحمن، فاكر الصوت. ولو سألتني في الشكوى اللي قدمتها لحضرتك عن الناس اللي اغتصبوا عمارتين كاملين في الشروق لو حضرتك فاكر. أمناء الشرطة، حضرتك قلت ساعتها أمناء، اتهمت أمناء الشرطة. أيوه يا بيه، لا هم جابوا العمارتين اللي جنبيهم بالبلطجية، يعني استولوا على عمارتين كمان بالبلطجية، يعني جابوا بلطجية لعمارتين كمان عشان يحرسوهم. والله احنا وجهنا هذه الرسالة يا أستاذ عبد الرحمن من هنا إلى المسؤولين في مصر، إلى محافظ القاهرة، إلى كل من يريد أن يتأكد فليذهب، لكن للأسف الشديد حضرتك متأكد أنه يعني زاد الطين بالله زي ما بيقول. يعني عموما هون على نفسك يا أستاذ عبد الرحمن، وكل سنة حضرتك طيب. أنت طيب قبل ما تسأل المصريين اللي بيتصلوا بيك يا أستاذ مصطفى إزاي قضيتوا العيد، قول لهم إزاي الحسرة في قلوبكم؟ السؤال يبقى منطقي. وكنت اقترحت انا يعني انا من خلال برنامج حضرتك بحيي الاخت الفاضله المحترمه الاصيله المصريه الاصيله الاستاذه رؤيه، وبحيي الـ 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 ابو والله انا نسيت والله. تمام مصطفى، كل سنه وانتم طيبين. انا انت طيب، وكل كل المتصلين بخير وحضرتك بخير. وبرضه بنكرر بنقول يعني ان شاء الله العيد القادم يكون افضل، والعيد القادم يكون احلى، والعيد القادم يكون اسعد، والعيد القادم من كان مظلوما ينتصر له، وفي النهاية يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الناصر. عبد الله من السعودية، أخونا عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا باشا. وانت بخير يا فندم. لو سمعت أنا بتصل عشان إن حضرتك راجل محترم بس. ربنا يكرمك. والله العظيم انا اول حاجه من عشاق قناه الجزيره، بس ليا فتره كده بحكم الشغل ان انا ما بتفرجش عليها كتير. نعم. بس من امبارح يعني انت احسن مذيع راجل حيادي شفته على قناه الجزيره. يا سيدي ربنا يكرمك، دي رسالة يعني كلنا بنحاول ننتهج الحياديه والمهنيه، وانا بشكرك، ودي ان شاء الله سنحاول دائما أن نطبق المعايير المهنية والحيادية ونعطي كل ذي حق حقه، ونبتعد أبدا عن الانحياز لرأي دون آخر، ودائما ستكون النافذة للرأي والرأي الآخر. أخونا عبدالله كل سنة وأنت طيب يا حاج عبدالله. كل عام وأنت بخير يا باشا، وأنت بصحة السلامة، وإن شاء الله ربنا يبارك لك. أنت راجل محترم وتستاهل كل خير.
شاء الله وتعود سالم غانم أنت وكل المغتربين إلى مصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر وكل العرب والمسلمين. في الوقت الذي يستمتع فيه جميع الأطفال مع أسرهم في جو عائلي دافئ، هناك أطفال يقضون أيامهم في العمل أيضا، شأنهم شأن موظفي الأعمال الخدمية أيضا. يعني إذا كنا نتحدث عن الأطفال نتحدث أيضا مع بعض العمال الذين يعملون في الشوارع، العمال الذين في الوقت الناس كلها بتسعد، الناس كلها بتفرح بالعيد، هناك من يعمل في العيد. فمرة أخرى نعود إلى هذه النقطة قبل أن نتحدث عن الأطفال تحديدا، تحية تقدير وإجلال وإعجاب وشكر لكل هؤلاء العمال الذين يتفانون من أجل الآخرين. يعني احنا شغلنا وبنرضى في العيد والشغل حلو هنا، والشركه مش مقصر بس هي ظروف شغل الشركه ما فيهاش عمال اولا، والواحد بيجي يشتغل هنا كل ما ساعات العمل بنزيد ساعات العمل، الواحد بياخد يعني بيزودوه في المرتبات. الشغل العيد الكبير بيبقى ليه ظروفه، الناس بتذبح بيزيد التعب في العيد الكبير غير العيد الصغير ما فيش ذبيح ولا حاجات ديت. واحنا يعني بتيجي في الاعياد بيوقفوا لنا الراحات بتاعتنا وبنشتغل عادي ومبسوطين بالشغل، نلقى الناس فرحانه جنبينا ونفرح على فرحه الناس. يعني الواحد ما بيعمل حاجه في الشغل بتاعه بيساعد الاخرين بيوقفوا الراحات بتاعته بيبقى الواحد مبسوط، وكلنا مسلمين لازم نفرح لبعضينا، ولازم دي خدمه عامه وبنشيل اذى من الطريق، يعني اذى في الطريق لازم نشيله وناخد عليه صواب وناخد عليه اجر في نفس الوقت. ما ظهر العيد ولا ادينا قاعدين في الشوارع، ادينا ما ظهر العيد ادينا ما نعيده في الشارع. شغالين في الحي 600 جنيه فيش غيرها، لا زياده ولا مكافاه ولا حاجه، بس ولا فيش تثبيت ولا فيش حاجات زي دي. هذا اللي نقدر نقوله 250. والله العظيم معنا سبع عيال معايا وساكنه سكني، ولا لاقي اكل ولا لاقي اشرب، و650 وبعقد مؤقت، ما مثبتين ولا حاجة ولا عاملين لنا ولا أي حاجة. برضو مرة تانية تحية لدول، تحية للناس المحترمة دي، بس هي رسالة، يعني رسالة أتاب لوزير التنمية المحلية دكتور عادل لبيب اللي بيقول النهاردة الكلام كويس، قال 4.4 مليار جنيه مصري لتنمية القرى الفقيرة، 5 قرى من كل محافظة ينتظر ترشيحات المحافظين. الناس دي بقى معالي الوزير محتاجة في العيد كده نفك الكيس ولا حاجة، اي حاجه للناس الطيبه المحترمه دي. الحاجه بتقول لك 650 جنيه وعاد مؤقت، تعملوا ايه 650 جنيه؟ معها حق يعني. نشوف كده في، يعني اذا كنا بنتكلم يعني وجاز لنا ان نتحدث نقول انك مستشارين بيطلعوا فوق قوي، الرقم كبير وهو رايح يقبض بياخد حاجه يقبض فيها. الناس الغلابه دي اللي شغاله في العيد واللي بتعمل عشان الشارع بتاعنا يبقى نظيف محتاجه نظره. معانا اخونا الشحات محمد من القاهره. استاذ الشحات اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ مصطفى؟ ربنا يكرمك. طيبين. وأنت حضرتك طيب يا فندم. أنا مغتربين بالمملكة العربية السعودية وراجعين بعملنا حاصلين على الثانوية. نعم. أنا مغتربين بالمملكة العربية السعودية وراجعين بعملنا حاصلين على الثانوية السعودية، حاصلين على 97.5%. تمام. نفس اللي اتكلم فيه أخونا عادل. لحد الحين قدمنا في مكتب التنسيق، ومكتب التنسيق بتاع الجامعات ما ادناش الكليات اللي هي القمه اللي هي الطب والهندسه، واحنا بنناشد دلوقتي وزير التعليم العالي يفتح لنا الجامعات الخاصه، حتى احنا كمان اصلا مغتربين وعلى كف الرحمن شغالين هناك في السعوديه ما نعرفش احنا مستدينين ولا غير مستدينين، وعاوزين نعلم عيالنا. ولما يبقى عيلك حصل على 97% وما ياخدش حق التكافؤ مع المواطن المصري المقيم هنا 98 ولا يقدرش يخش كليه الهندسه. طيب يعني ايه حاجة شحات ده حق مشروع وحق ال مشروع ده، واحنا مش عارفين نوصل لوزير التعليم العالي. لا حضرتك ربنا فينا، حضرتك كان في ربنا فينا، كان في اخ اسمه عادل بيتصل ايضا من السعوديه بيشكو نفس الشكوى. يعني ده فرصه ان انتم تجمعوا انفسكم وان انتم تقابلوا المسؤولين. احنا رايحين قدام مكتب التنسيق بكره ان شاء الله يوم الاربعاء.
بس ما بيديناش اهتمام. لا هو احنا بنتكلم حتى اثر علينا الجامعات الخاصه، واحنا عيالنا اللي بتجيب 97% دلوقتي تروح فين؟ حقك وانا شايف تروح فين يا استاذ مصطفى؟ احنا عايزين صوتنا يوصل للمسؤولين الله يكرمك. حاضر حاضر، وانا شايف ان الاسره عندك كلها يعني حتى حضرتك والاسره كلها منزعجين، وبالتالي اخونا برضو عادل كان بيلوم واحساس بالحسره والمراره، لانه في النهايه احنا بنقول للساده المسؤولين عن التعليم في مصر، الناس اللي تعبت، الناس اللي شقيت، الناس الشباب اللي متغرب ده، الشباب الصغير ده بنحاول كل دمنا من اقتصاد الوطن، بنحاول كل مدخراتنا من اقتصاد الوطن. ما يخشش هندسه حرام يا احمد. وادي الحاجه بتقول ليه ما يخشش هندسه حرام؟ السؤال انا بقوله لوزير التعليم العالي والمسؤولين في مصر، افتحوا لهم الجامعات الخاصه. لما جبت 98% من قدراته بمجموع المدرسه وما يقدرش يبقى زي المواطن المصري المقيم هنا. يا حقك اعمل حاجه شحات، حقك وحق اولادك. احنا كمان واحنا ترشيد الدم هناك، واحنا على كف الرحمن مش عارفين هنكمل سنه ولا اثنين ولا هيطردونا بكره. كنا خاصه بنادمين يا رب، كل خاصه كمان. يعني انا الكلام مش بنقول يا رب يا وزير التعليم العالي اتقي الله فينا، اتقي الله فينا. رساله لوزير التعليم العالي، انت سامع وسامع الاسر وسامع الناس بتشتكي، ايه اللي حصل السنه دي؟ محتاجين تفسير، واظن ان اخواننا محتاجين يتابعوا القضيه ديت. شكرا جزيلا، وبرضه بنكرر بنقول الشاب الصغير اللي بيدرس بره او متغرب مع اهله محروم من حاجات كتير جدا، وفي النهايه خالص لما يعني حتى فيما يخص البلد لما يجي يرجع حقه في التعليم، اظن ان هو المفروض برضه الناس تاخد بالها منه. معانا بعض الامور اللي احنا بنتكلم فيها خاصه بالاطفال، لكن الاول ناخد اختنا سعاد من القاهره. حاجه سعاد اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه يا ابني، ربنا يكرمك يا حاجه كل سنه. انا بس عايز اقول للناس اللي زعلانه عشان ولادها ما دخلوش دول، ما تتعبوش نفسكم. انا بنتي طلعت الاولى 5 سنين وكانوا بيخلوها تدرس احيانا او تدخل معاهم الكنترول احيانا، وخلاص طلبوها في مجلس القسم، لكن رئيس القسم عين الرابعه في السنه اللي قبلها علشان خاطر يتجوزها، واتجوزها وخلف منها وسابته ورمته. لكن اللي حصل ان بنتي اتظلمت ويعني ضاع حقها في تعيينها في الجامعه، وطلع كل الكلام اللي قلته لها المثالي ان مصر بتحب ولادها وان انت اعملي اللي عليكي وربنا هينصفك وكل الكلام ده، وطلع اركنه على جنب يا استاذ مصطفى. شوف احساس بنت شابه طالعه لسه للدنيا متعلمه صح خلقا وعلما وكل شيء، ويشيد كل اساتذتها بيمدحوا فيها، وتاخد هذا الالم والصفعه من 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 بني ادم عجوز اراد ان يتصاب وان يتزوج من فتاه صغيره يعني من عمر احفاده. دي نقطه نركنها على جنب. ايه هي هويه مصر يا استاذ مصطفى؟ ايه هي هويه شعب 90% منه 95% منه مسلمين؟ هويه شعب هو بتاع الثلاثينات والاربعينات وكبرهات محمد علي؟ ليه عايز ترجعنا لكده علشان تفضل مسيطر؟ ليه اضاحي العيد بتاعه المسلمين اللي يفرح بتطلعها منير فخري عبد النور؟ ليه مش عايز يبقى في دوله مسلمه صح وسطيه على حدودك عند غزه؟ وليه مش عايز يبقى في دوله مسلمه صح على حدودك عند ليبيا؟ انت احساسك ايه لما كنت بتطلع يوم 6 اكتوبر ده؟ احنا كنا بنطلع في الشوارع بندور على عسكري، مش ضابط، بندور على عسكري عشان نبوس راسه، عشان نقول له يا ابني ربنا يساعدكم زي ما ساعدتونا في 73. احساسك ايه دلوقتي وانت الناس مش طايقه تشوفك؟ احساسك ايه وانت بتضحي باحلى احساس ممكن يشوفه جيش في عيون شعبه؟ كل ده علشان تسيطر؟ كل ده علشان تشتري البلد؟ كل ده عشان تغسل اموالك اللي انت خدتها لقاده الجيش يغسلوا اموالهم ويستعيدوا ويشتروا؟ بيشتروا مصر بجنون، بيشتروا كل حاجه في مصر، بيشتروا كل منابع الثروه في مصر بجنون وسيطره، عشان لو قالوا يسقط حكم العسكر يتمكنوا من كل مصر خلاص وتحكموا فيها، ويجيبوا بقى توادروس ويجيبوا الثاني والثالث لانه ما عدلهمش سيطره. بس في حاجه سعاد، معلش انا حضرتك ده رايك، لكن انا في النهايه الأنبا توادروس والمسيحيين هم شركاء في هذا الوطن، هو وطنهم شركاء. دي نقطة مهمة. قلتها شركاء مش أسياد. مش يتحكموا في الأغلبية. احنا أغلبية. انتوا ازاي الشعب ازاي متنازل عن حقه؟ ازاي احنا أغلبية؟ جيب
كل شعب في الدنيا كله الاغلبيه فيه بتداس بالرجلين. حاجه سعاد عاوزين نقول ان نقول ان ما يحدث في مصر برضو ليس صراعا طائفيا وانما هو صراع سياسي. صراع جزء سياسي كبير منه يا ابني، جزء كبير منه صراع طائفي. لا يعني احنا حتى اذا اردنا نوصفه من الافضل الا نقول والا نذهب الى هذه الناحيه، الناحيه الطائفيه ناحيه خطيره جدا. انا بشكرك ورسالتك وصلت، وفي النهايه انا بدعو مع حضرتك انه كل واحد ياخد حقه في مكانه، لانه الظلم موجود ولم يتم القضاء على الظلم حقيقه فيما يخص الطالب متفوق، وفي النهايه ما ياخدش حقه. شكرا حاجه سعاد. معايا اخونا الاستاذ عاطف. استاذ عاطف كل سنه وحضرتك طيب، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا حاج مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيب والمسلمين كلهم بخير. يا رب. انا والد احمد عاطف المعتقل. يا رب يفك اسره وكل اسر المعتقلين يا رب. انا هطلب من حضرتك طلب بس استحلفك بالله يعني تلبهولي. امرني لو لله الامر من قبل ومن بعد. انا عايز رقم حضرتك الخاص عشان انا في حاجات مش عارف اتكلم فيها على الهواء. دي نمره واحد، واخد بال حضرتك. نمره اتنين، انت حضرتك بتقول انتوا قضيتوا العيد ازاي. أيوه. انا كنت انا وزوجتي وابني او تاني يوم العيد، طبعا اول يوم العيد ويوم الوقفه ما خرجناش خالص. تاني يوم العيد رحنا عشان نزور احمد. نعم. خرجنا من البيت الساعه 7، وصلنا الساعه دخلنا على الساعه 11 12 الظهر، فضلنا لغايه الساعه 5 المغرب قاعدين مستنيين على ما دخلونا 10 دقائق بالظبط، وخدنا بعضنا وخرجنا. ده العيد بتاعنا، ده رابع عيد ليا، ده رابع عيد ليا واحمد ابني معتقل يا استاذ مصطفى. واخد بال حضرتك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى اني في نقطه حضرتك كنت لسه هتتكلم فيها بتاعت الاطفال. ايوه. واخد بال حضرتك؟ لو حضرتك تشوف الاطفال ولاد المعتقلين وهم داخلين عشان يشوفوا ابائهم ويقضوا العيد معاهم، اقسم بالله الواحد الاحد، اقسم بالله الواحد الاحد ينشق قلبك، ينشق قلبك. والطفل داخل عشان يشوف ابوه وعايز يحضنه ويفرح بيه، يعني نص ساعه، احنا ما بنعتمدش 10 دقائق، وتبص تلاقي الطفل خارج وعينه مليانه بالحزن والاسى عشان ترك ابوه، ترك ابوه. واخد بال حضرتك؟ دي 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 ده العيد بتاعنا احنا كمعتقلين. طيب احنا اخر اخبار قضيه احمد وصلته لفين؟ والله يا استاذ مصطفى كان في حاجات يا استاذ مصطفى، من ضمن الحاجات ان السيد يعني السيد مدير السجن اللي موجود فيه احمد ما كانش عايزهم يمضوا على النقد عشان على على على, على النقد. واخد بال حضرتك؟ عشان يضيع عليهم فرصه النقد، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بالظلم، لان هو الحق العدل. نعم. هو الحق العدل، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وقدمنا النقض باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني هو بركه ربنا سبحانه وتعالى وبركه علم الدكتور عبد الله بركات اللي هو بيديه لهم في ان شاء الله. ان شاء الله قريبا يكون احمد في بيته معاكم، وكل من كان مظلوما ينتصر له، لان الله سبحانه وتعالى هو الحق العدل. كل سنه وحضرتك طيب حاج عاطف، وارجو ان حضرتك تدي تليفونك للكنترول انا اكلمك. وتحياتنا لكل المتصلين، وتحياتنا لكل المصريين والمسلمين والعرب، ويا رب الحجاج النهارده اخر يوم لهم يعودوا سالمين غانمين. وبدا الحجاج المصريين اليوم تقريبا يعني عدد قليل، وان شاء الله من غد الجسر الجوي لهم يعودوا سالمين غانمين وقد غفر لهم. دائما نراكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.